يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 6213 يوافق بموجبها اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بنواكشوط 24 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. مشروع قانون رقم 7513 يوافق بموجبها اتفاق موقع بالرباط 22 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب. مشروع قانون رقم 8713 يوافق بموجبها اتفاقية رقم 97 بشأن العمل المهاجرين مراجعة 1949 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 32 المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949. مشروع قانون رقم 116/13 يوافق بموجبها اتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار. مشروع قانون رقم 119/13 يوافق بموجبها اتفاق المقر الموقع بالرباط في 6 أكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات الشرق الأدنى نيبتو ولا نيبو نيبو. مشروع قانون رقم 123/13 يوافق بموجبها اتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية. مشروع قانون رقم 132/13 يوافق بموجبها البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001. مشروع قانون رقم 0114 يوافق بموجبها اتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل. كلمة السيدة الوزيرة لتقديم مشاريع القوانين الثمانية فتتفضل مشكورة. شكرا السيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمين. أتشرف اليوم بأن أعرض أمام سيداتكم ثمان اتفاقيات كيف ما قالهم السيد الرئيس تعتزم بلادنا المصادقة عليهم. خمس اتفاقيات هي ثنائية وثلاثة متعددة الأطراف، وذلك انطلاقا من مبادئ الحرص على تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم علاقات المملكة مع مجموعة من الدول الصديقة والشريكة وتوسيع قاعدة الشركاء على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها. فإذا سمحتم سوف أقدم الاتفاقيات الثنائية الخمس ثم بعد ذلك اتفاقيات متعددة الأطراف. بالنسبة لاتفاقيات الثنائية، الاتفاقية الأولى هي اتفاقية ما بين المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية الإدماج الاجتماعي، حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. وقد حددت هذه الاتفاقية أسباب رفض الدولة المطلوب لديها نقل الشخص المحكوم عليه داخلها، كما حددت شروط ترحيل المحكوم عليهم إذا ما تم قبول طلبات النقل التي تكون معززة بعدد من الوثائق. وبمقتضى هذه الاتفاقية تعفى من المصادقة الوثائق والمستندات التي يتم إرسالها إلى الدولة الأخرى تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية. الاتفاقية الثانية هي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المغرب وجمهورية الكوت ديفوار. يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتهيئ الظروف المناسبة لها
مما من شأنه تحسين لقاءات الأعمال وتدعيم الثقة في مجال الاستثمارات وتشجيعها وحمايتها وإنعاش الرخاء الاقتصادي لكل البلدين. ووفقا لهذا الاتفاق يشجع كل من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه استثمارات الطرف الآخر ويقبلها طبقا لقوانينه وأنظمته، كما يمنح هذه الاستثمارات معاملة لا تقل أفضلية في ظروف متشابهة عن تلك الممنوحة للاستثمارات المحلية أو لاستثمارات الدولة الأكثر رعاية. ووفقا لهذا الاتفاق يتم ضمان حرية التحويل لهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم للواجبات الجبائية بعملة قابلة للتحويل وبدون تأخير غير مبرر للموجودات السائلة المتعلقة بهذا الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين أحد مستثمري طرف متعاقد والطرف الآخر بخصوص إحدى واجبات هذا الأخير بمقتضى هذا الاتفاق، تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي الخلاف. دائما مع جمهورية الكوت ديفوار، الاتفاق الثالث هو اتفاق بشأن الخدمات الجوية. يندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم خدماتها لعموم المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية في إطار أسواق مفتوحة وتشجيع تطور النقل الجوي مع ضمان أعلى درجات السلامة. وبموجب هذا الاتفاق يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر حسب رغبته لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذا الاتفاق. وتحدد هذه التعيينات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. ويخول للطرفان إمكانية إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بالتجهيزات وخدمات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات. بالنسبة للاتفاقية الرابعة، فهي اتفاقية ما بين المغرب والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية. يشجع الطرفان بمقتضى هذا الاتفاق تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي بالمغرب التي تساهم في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفي تخفيض الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتغييرات وفي التخفيف من حدة الفقر الذي تواجهه فئات المجتمع الأكثر هشاشة وترسي أسس التنمية الاقتصادية. كما يسهل هذا الاتفاق المساعدات الإنسانية التي تمنحها سويسرا للمغرب بناء على طلبه، ويتقاسم الطرفان الانشغالات المشتركة المتعلقة بمحاربة الفساد التي تمس بالحكامة الجيدة وتحول دون الاستغلال المفيد للموارد المخصصة للتنمية. بالنسبة للاتفاق الخامس، هو اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب في إطار سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية والتربوية وتعزيز الإشعاع الثقافي وتطوير التعارف المتبادل. عملت المملكة المغربية والولايات المتحدة على إبرام اتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب بغية تمكين مواطني البلدين من اكتساب مهارات في اللغتين العربية والإنجليزية ودعم تعليم لغة وثقافة كلا البلدين، وذلك عبر تواجد المدارس الأمريكية بالمغرب والمدارس المغربية بالولايات المتحدة. ويعطي الاتفاق للمغرب إذا رغب المغرب في ذلك إمكانية فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الابتدائي والثانوي بأمريكا، وذلك بتيسير إجراء المحادثات مع السلطات الحكومية المختصة للحصول على امتيازات مماثلة لتلك الممنوحة للمدارس الأمريكية بالمغرب. ويحدد هذا الاتفاق الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس الأمريكية في المغرب وفتحها وتسييرها، كما ينص على التعاون بين مجالس الإدارة وإدارة المدارس الأمريكية من جهة والسلطات التعليمية المغربية المختصة من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتعليم اللغة والثقافة المغربية والتاريخ وجغرافية المغرب بالنسبة للتلاميذ المغاربة. ويحدد أيضا الاتفاق على اعتبار أن هذه المدارس ذات أهداف غير ربحية إلزامية تقديم تقارير أدبية ومالية للسلطات المغربية المختصة عن أنشطتها.
وتستفيد في مقابل ذلك من مجموعة من الامتيازات الضريبية والجمركية، وذلك باحترام تام للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي مضى عليها المغرب سواء الثنائية أو متعددة الأطراف. هذا فيما يخص الاتفاقيات ثنائية الأطراف. بالنسبة لاتفاقيات متعددة الأطراف وعددها ثلاث، الأولى هي اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى أو ما يسمى نيبو. وقع المغرب ومنظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى اتفاقا للمقر في الرباط في أكتوبر 2013، وذلك بناء على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة في الرباط سنة 1993، والتي تنص على أن مقر النيبو يوجد بالرباط في المغرب. وطبقا لهذا الاتفاق فإن المادة الأولى تشير إلى مسألة التعريف فيما تحدد باقي المواد أهداف الاتفاق، خاصة التزامات وحقوق كل طرف والامتيازات المخولة للمنظمة بما فيها الصفة الشخصية القانونية وما يترتب عنها، مع تحديد التزامات الحكومة المغربية. كما أن المقر المنظمة لا تنتهك حرمته، ولا يمكن للسلطات المختصة الدخول لمبانيها إلا بموافقة المدير التنفيذي. كما أن على المنظمة أن تستغل مبانيها لأغراضها الرسمية، وأن لا تكون ملجأ للفارين من العدالة. ووفقا لهذا الاتفاق تتمتع النيبو وممتلكاتها ومبانيها بالحصانة من الدعاوي المدنية، باستثناء حالات محددة من قبيل تنازل المدير التنفيذي صراحة أو لعلاقاتها بحوادث السير أو غيرها. بالنسبة للاتفاقية الثانية وهي اتفاقية بشأن العمال المهاجرين، تطبق هذه الاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورة 32 سنة 1949 على جميع العمال المهاجرين الذين يهاجرون من بلد إلى آخر بغية الشغل وظيفة، باستثناء البحارة وعمال الحدود وفئات محدودة أخرى من العمال الذين يمارسون مهنا حرة كالفنانين الذين دخلوا البلاد لمدة قصيرة. تتلخص أهم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما يلي: أولا، تعهد كل دولة عضو في هذه الاتفاقية بأن تضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي أو أي دولة عضو أخرى بناء على طلبها كل معلومات عن السياسات والتشريعات الوطنية والأحكام الخاصة المتعلقة بالهجرة إلى الخارج والهجرة الوافدة. ثانيا، إنشاء إدارة مناسبة تقوم بتقديم خدمات مجانية لمساعدة العمال المهاجرين. ثالثا، مكافحة الدعايات المضللة التي تتعلق بالهجرة إلى الخارج والهجرة الوافدة. رابعا، اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مغادرة وسفر واستقبال العمال المهاجرين بغرض العمل. خامسا، إقامة مراكز طبية والمساواة في المعاملة بين العمال الموجودين بصفة قانونية والعمال الوطنيين دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الديانة أو الجنس، وكذا الحق في تحويل جزء من المدخرات. وتجدر إشارة إلى أن كافة أحكام الملاحق الثلاث التي تتضمنها الاتفاقية لا تتلائم مع مقتضيات التشريع الوطني، مما يستدعي المصادقة عليها وإرفاقها بإعلان يستثني تلك الملاحق. بالنسبة للاتفاقية الأخيرة وهي البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، في إطار الوضع المتقدم الذي تحظى به بلادنا في علاقتها مع أوروبا، اقترح مجلس أوروبا انضمام المغرب بشكل تدريجي للاتفاقية رقم 108 حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد بشرت بلادنا مسطرة الانضمام إلى هذه الاتفاقية منذ فبراير 2013، وجدير بالذكر أن هذه دعوة مجلس أوروبا تشمل ضمنيا دعوة مماثلة للانضمام إلى البروتوكول رقم 181 الإضافي للاتفاقية المذكورة، وهو متعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، والذي وافقت عليه لجنة وزراء مجلس أوروبا سنة 2001 وفتح للتوقيع دائما في ستراسبورغ سنة 2001. ويهدف هذا البروتوكول مكمل الاتفاقية إلى تعزيز المبادئ المتضمنة في الاتفاقية المذكورة والهادفة إلى حماية المعطيات الشخصية، وذلك بإضافة مقتضيين أساسيين: الأول يتعلق بقيام كل طرف في الاتفاقية بوضع سلطة أو سلطات للمراقبة تتولى احترام القوانين والأنظمة التي تسنها الدول تنفيذا للاتفاقية المذكورة،
والثاني يتناول المقتضى مسألة الانتقال الدولي للمعطيات ذات طابع شخصي نحو جهات أخرى ليست أطراف في الاتفاقية السالفة الذكر، بحيث لا يمكن إجراء هذا الانتقال إلا إذا تم تحقق من توفر الدولة أو المنظمة الدولية المستقبلة على مستوى حماية مناسب لهذه المعطيات. وشكرا. شكرا سيدة الوزيرة.